حياكم الله من جديد. من اللي فيكم يعاني انه ما يقدر ينام بالليل ونومه على ما تيجي الا صاير طار النور وصار اذان الفجر يبي يصلي خلاص ما في نوم؟ كثير ناس يعانون هذه السالفه. اليوم معانا خبيره التغذيه اكيد اماني نوري راح تحكينا اكثر عن هذا الموضوع، شنو صعوبه النوم؟ ليش الواحد دائما يكون في ارق ومو قادر ينام؟ وخاصة أن الجو يساعد شوي على النوم وبريدات والواحد يبي غطة دافية وحلوة. يسعد صباحك أماني. صباحك بعد يا غادة، شلونك؟ خلي لياك وحفظك. اليوم أنت جايبة العدة اللي تساعدنا علشان ننام لو في حالة صار في أرق وما قدرنا ننام. بس قبل أن نتحكى عن النوم، شنو أضرار قلة النوم؟ أضرار، قبل لا نقول أضرار قلة النوم لابد أن نعرف معلومة ممكن يكون الأغلبية خافية عليهم. إحنا ننام 24 سنة من حياتنا، فأكيد النوم شيء مهم في الحياة، بالأخص أن ماسلو حطه في قاعدة الهرم عنده أنه هو من الاحتياجات الفسيولوجية المهمة. هذه المعلومة حبيت أن أشارككم فيها. أضرار النوم، حبيت أوريكم صورة جايبتها أنا. ياريت تنزل هذه الصورة. نزلت هذه الصورة. لو بتشوفين الشق اللي هو اليمين أو الجانب الأيمن، هذه بس بعد ليلة، بعد ليلة من عدم نوم الشخص بشكل جيد. صحيح. الليلة هذه غادة مو الكل يفكر انه والله هي شيء مهم، لكن هي قاعد تسوي اشياء عظيمة داخل الجسم، قاعد تخرب. فتخيلي معاي لو احنا ماسكين ساعة عقارب الساعة مسكناها لفترة، راح تأثر على ساعتنا البيولوجية كلها بلا شك. فالليلة هذه في عدم النوم راح تزيد عندنا الجوع، راح تزيد من معدل استهلاك الكالوريز عندنا او السعرات الحراريه، راح تقل عندنا المناعه بدرجه بسيطه. مو تنسين ان اثناء النوم في مركب يطلق اثناء النوم حتى يقوي المناعه عندنا. غير كذي انسجه الدماغ، في دراسات سووها قالوا ان انسجه الدماغ قاعده تتاثر في حال ان انت طوفتي ليله وما نمتي عدل. غير كذي العصبيه والمزاجيه، لاحظي اي شخص مو نايم عدل يقول لا تكلموني ترى انا مو نايم عدل، مزاجي معكر. اي فعلا. هذه ليله واحده. والنسيان والتركيز، فلاحظوا معاي الصوره هذه. الجانب الايسر راح يبين لك عدد الايام اللي ما تنامين فيها اذا ما نمتي لمده طويله. شنو الساعات اللي المفروض ينامها الشخص حتى يكون ماخذ كفايته من النوم؟ يعتمد اذا كان طفل، بالغ، مراهق. الثلاث مراحل هذه. طيب بالنسبه للطفل، خلينا نقول في سن المدرسة لابد أنه ينام من 9 إلى 11 ساعة. حلو. المراهق لا، 8 إلى 10 ساعات. البالغ لا، 7 إلى 9 ساعات. فلو تلاحظين كل ما لو يقل. طيب. ليش؟ صحيح. لأن هرمون النوم أو هرمون الميلاتونين إحنا نسميه الاسم العلمي يكون أقل كل ما الشخص كبر. بالعمر. عشان كذي اللي كبر وايد النوم يجزي بالمرة. النوم إي بالضبط، لأن الهرمون راح يقل إفرازه بالجسم. صادقة. طيب في عوامل اكيد محفزه ان الواحد يمكن ياكلها او يستمر في اخذها كاكل مفيد له حتى ينام نومه صحيحه سليمه بعيدا عن الارق. طيب خلينا نقول يحفز هذا الهرمون انه ما يخلص. انزين، بالنسبه للاغذيه اللي تحفز، احنا تبين نبلش بالاغذيه اللي تصعب ولا اللي تحفز؟ تحفز حتى الناس شوي تتشجع. انزين، بالنسبه للاغذيه اللي تساعد على النوم مثل ما انا حطيت لكم هني، عندنا الاغذيه اللي عاليه بالالياف مثل الشوفان، عندك الكينوا واللي هو الشعير. صحيح. وعندنا بعد منتجات القمح الكامل، هذه كلها منتجات فيها تريبتوفان. ماده التريبتوفان راح تحفز انتاج هرمون السيروتونين اللي هو هرمون السعاده. وهم على فكرة هرمون النوم وهرمون السعادة يفرزون في نفس المكان في العين الثالثة اللي هي القدة الصنوبرية. فإذا أفرزنا هرمون السيروتونين راح يفرز عندنا بعد بالتالي هو هرمون النوم. فعندك مثل ما ذكرت عندك المكسرات، أنا أسمي حبوب القرع حبوب السعادة. صادق. فاللي حاب أنه ياخذ يعني يحاول أنه يسترخي وينام بالليل خلي ياخذ له حفنة من المكسرات، يا إما جوز ولوز أو أنه حبوب القرع. أنا هذه موجودة معانا هني، ياخذ له حفنه مثل ما قال، يعني خمطه صغيروله كذي وياكلها وعليه بالعافيه. ومو تنسين غاده الموز، احنا الغالبيه العظمى منا قاعد يسمعون ان الموز فعلا يرخي وان الواحد ممكن انه ياخذه. سووا ميلك شيك.
يكون في موز. انت ضمنتي اثنين من العوامل اللي تساعد على النوم. اول شيء الحليب لانه عالي بالمغنيسيوم والتريبتوفان، ثاني شيء الموز لانه عالي بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، فانت غلطتي اثنين بواحد. حلو. تاخذينه بالليل قبل النوم وطعمه ناطع وش حلوه وحالي بالضبط. يعني بالضبط. وعلى فكره الموزه اذا كانت ناضجه حلوه حق الميلك شيك اذا الواحد يسويها، وافيد وانطع بالضبط. بالتالي يعني هذه الاشياء المحفزه ان الواحد ياخذها حتى ينام نومه صحيحه سليمه. بالضبط. الشايات هم في ناس تركز على الشايات. إيه. عندكم شاي البابونج وشاي الليمون وفي شاي خلاصه اللافندر. هذه كلها الانواع الشاي تحفز على الاسترخاء فبالتالي تحفز على النوم. عندك الكرز مو ننساه، هذا بالذات من بين كل الفواكه يفرز لك ماده الميلاتونين نفسها اللي تحفز الميلاتونين او هرمون النوم. فيقول لك في دراسه سووها انك خذوا كوب من العصير، عصير الكرز اللي يكون مركز الصبح، وخذوا العصاري او المغربيات هم عصير كرز، وشافوا انه في تحسن في جوده النوم عندهم. يعني عليهم يستمرون ويتبعون هذه النصائح حتى شوي يتلافون سالفه الارق واني ما اقدر انام تاني. اكيد. ومو تنسين ان هذه ما راح تظهر معاهم بليله ليلتين طبيعي. لابد انه يحسنون من جوده الاكل اللي قاعد ياكلونه وياكلون ويدخلون هذه الاكلات الى نظام حياتهم، فبالتالي راح يصير عندهم قدره انهم يتواكبون ويتكيفون مع حياتهم في نوم على الاقل يكون شوي مناسب وملائم للسن اللي هم فيه. انا قاعده اشوف الجانب الاخر، الضفه الاخرى غنيه بالكالوريز والاشياء هذه. اصلا تلقين هذه موجوده باغلب الانظمه الغذائيه اللي احنا قاعدين نتبعها كمواطنين عربيين يعني، عرفتي؟ حبيت. بالنسبه حق الاغذيه اللي تصعب علينا النوم شنو هي؟ عندك القهوه والشاي والمنبهات، هذه اوريدي احنا خاصين منها، لكن مو تنسين احنا دائما نقول ان المنبهات حاولوا تاخذونها قبل 6 ساعات من فتره نومكم، لكن هذا مو معناته ان اثر الكافيين راح يزال من الدم او من الجهاز نفسه او الجسم. خلينا نقول تاثير القهوه قوي وراح يظل ايضا بعد 10 ساعات بنسبه خلينا نقول 25%. والله 10 ساعات تخيلي، وبعدها ب 20 ساعه راح يظل بالدم بنسبه 12%. طيب شلون يداركون هذه الشغله بالماء؟ يحاولون يكثرون شرب سوائل ويحاولون كثر ما يقدرون ان اذا تبين تستسيقين طعم القهوه اخذيها بدون كافيين. في الحين متوفره في الجمعيات اللي هي القهوه والشاي اللي تكون مزاله صالجه ماخذين منها ماده الكافيين اللي هو يسمونها ديكافينيتر. ديكافي اي بالضبط ديكاف. عندك بعد اللي هي الاطعمه الغنيه بالتوابل، الفلفل الكاري، اذا واحد طق براسه الا بيروح مطعم هندي بياخذ لا برياني برياني وهذه الامور كلها هذه راح ترفع الاغذيه هذه من درجه حراره الجسم الاساسيه الكور بدي احنا نسميها تمبرتشر. فما راح ينام الشخص بجوده عاليه، راح يصير في عنده صعوبه بالنوم. طيب عشان كذي انا بقاطعك شويونه. هلا. ليش لو هالويبه تحديدا الظهر يغيبون عن الوعي ويبون الفراش تيده يبون ينامون، وليش بالليل يصير العكس؟ بالليل يصير العكس. هو شوفي الاثنين يصير نفس الشيء بس خلاص عقب الغداء كل الويبته الدسمه هذه يحس ان الانسان خلاص يبي ينام. هو فعلا لان تخيلي ان كل اللي هي الدوره الدمويه من قاعده مثل ما يقولون تنفرز او تروح حق المعده، فما بالك اذا احنا اثناء النوم اساسا ما راح ينام حتى الظهاري، لاحظيها ما راح ينام نومه مريحه، راح يقوم وهو متكسر مستعسر على الاخر. بالضبط. فهذه لان وجود وجبه دسمه مو تنسين مو بس فلفل، احنا عندنا ايضا وجبه دسمه وهذه ايضا تاثر على جوده النوم بالليل. يعني من النصائح اللي لابد انها يتبعونها ان تالي الليل يشربون المنبهات، اذا بيشربونها قبلها ب6 ساعات يبتعدون عن الاكل أفضل. الدسم. تخيلي حتى لو كوبين من القهوه باليوم راح ياثرون على جوده طبيعي. النوم طبيعي. فيحاول الشخص انه ياخذها ديكاف وايد أفضل. اذا كان يعاني من مشاكل بالنوم. حلو. واذا يبي يحافظ على نومه صحيحه سليمه عليه انه يتبع هذه الارشادات وياخذها بشكل يومي حتى يلاقيها لبعدين، يعني ما نقول باللحظه الحاليه انه خلاص شرب الشاي اكل المكسرات راح ينام على طول. بالضبط. لكن هي عملية تراتبية خلينا نقول حتى يحافظ على طبيعة وسيستم جسمه وصحته. طيب شنو حابة تضيفين أيضا أماني؟ بالنسبة حق العوامل اللي تأثر بشكل سلبي على النوم، نحاول أن احنا نراعي كل هذه العوامل بالإضافة إلى الأغذية، احنا ما نمسك بس الأغذية أو التغذية ونهد باقي العوامل. صحيح. سالفة
عدم التعرض الكافي للشمس. احنا المفروض ان نطلع بالاخص الحين الشتاء والجو يساعد، فحاولوا تطلعون 10 دقائق الى 15 دقيقه 3 مرات بالاسبوع. حلو. تتعرضون فيها للشمس حتى عينكم يصير عندها السنسر هذا ان ترى هذا وقت الدي او وقت النهار. صحيح. وتنتظم عندكم او ينتظم عندكم افراز هرمون النوم. حلو. عندك الاضاءه الليليه الغير مناسبه او التليفون، لما الواحد يجاب التليفونات بالليل قبل النوم هذا ايضا راح يقلل من افراز الميلاتونين بدراسات وشهدت دراسات كثيره. عندك عدم انتظام ساعات النوم، لما الشخص يقوم مثلا اليوم 7 باكر يقوم 9 اللي عقبه يقوم 10، انت كذي قاعد تخرب ساعتك البيولوجيه، فحاول تنتظم على ساعات معينه. حلو. التوتر والاجهاد النفسي، لما يكون واحد مضغوط هرمون الكورتيزول راح يفرز او هرمون التوتر وهو معاكس لهرمون النوم. صحيح. فلا بد ان نحاول كثر ما نقدر نتغلب على الضغوط. صحيح. كثرة أخذ المسكنات، كل ما واحد عور راسه يأخذ بنادول، المنبهات، الحبوب التخسيس اللي فيها كافيين. صحيح. فنحاول كثر ما نقدر أن نضبط هذول. وصدق المثل اللي يقولك أن النوم سلطان. صحيح. لأن فعلا النوم سلطان حياتك، هو اللي يرتب لك حياتك كلها وساعتك البيولوجية. وعلى فكرة النوم دوره وايد أكبر من مجرد أن أنت قاعدة تريحين جسمك. بالضبط. يعني أيضا على البشرة ونظارة البشرة والمرأة اللي تسعى دائما إلى الجمال، بدل نروح العيادات ونستخدم الأشياء الكيميائية اللي تدخل الجسم، خلينا نعالجها من الأساس وناخذ قسط من النوم الكافي من 8 إلى 9 ساعات بشكل يومي. راح نشوف البشرة النضرة. بالضبط. مثل ما قالت أماني، راح نعيش حتى في روعة ورونق جميل للبشرة للجسم للصحة. أنا شاكرة وجودك معنا. وأنا شاكرة وجودي معاكم، وإن شاء الله يكونون استفادوا بهالمعلومات البسيطة. يا رب. أكيد بلا شك، يعني خاصة أن الكثير من الناس تعاني مشكلة قلة النوم، ما يقدرون ينامون، أرق، قلق، ما أدري ليش. عليكم باتباع هذه القواعد السليمة وراح تعيشون حياة جدا جميلة. أتمنى لكم إن شاء الله يوم جميل ورائع يا رب العالمين. ودائما وأبدا من البيت العامر كويت بو ناصر، كنا معاكم ونكون دايم سلام.